نتكلم برضو عن يعني الانديه اللي هي بتعتبر وجوه جديده، يمكن بقى لها موسم او اتنين، ولكن في النهايه هي برضو وجوه طبعا جديده على الدوري المصري الممتاز. شفنا البنك الاهلي، شفنا سيراميكا كليوباترا، شفنا فاركو زاد طبعا لسه صاعد لاول مره في دوري وعامل صفقات حلوه الاضواء، قوي. عامل صفقات هايله يمكن معظمها كان من النادي الاهلي. خليني اسالك بقى كمان، احنا اتكلمنا عن البنك الاهلي، يعني شايف التدعيمات اللي حصلت في الميركاتو الصيفي اللي فات ده من كل الأندية دي هتكون يعني ايه المردود بتاعها على التنافس؟ يعني شفت التنافس الموسم اللي فات كان الأغلب في القاع ومش في القمة، ولكن يعني مع التدعيمات ومع الصفقات ومع الميركاتو القوي اللي حصل ده، هل تتوقع ان هيكون في تنافس اكبر في المربع الذهبي فوق؟ طبعا انا مش قلقان على الفرق اللي هي فيها شركات، يعني مثلا البنك الاهلي فرقه فيها ماديات كويسه جدا، فهتجيب صفقات كويسه، ده لان غير انا كمان المصري بورسعيدي المصري وصفقاته الهايله، يعني وكمان تولي كابتن علي ماهر مدرب كبير صح جدا للمصري بورسعيدي مع مستر كامل ابو طبعا علي. انا احنا بنتكلم على انديه فيها تدعيمات كبيره جدا وفي ماديات كبيره جدا. انا الخوف كله اللي انت بتتكلم على بلديه المحل، فرقه زي المحله بالظبط صح. نفس الموضوع، مفيش ماديات ممكن المحله يتاثر، فمش عارف مش هيجيب صفقات قويه جدا. صحيح. لكن انا مش قلقان على البنك الاهلي، لان البنك الاهلي هيعمل صفقات كويسه جدا، مش قلقان على بالفعل عمل صفقات كويسة جدا. سيراميكا كليوباترا هيعمل صفقات كويسه جدا، صحيح. لان سيراميكا كليوباترا خد بطوله الرابطه، وكمان كابتن احنا كمان على بعد ساعات من غلق باب باب التأهيل الانتقالات انتقالات، الصيفية. صحيح. فاهمني؟ فانا مش خايف من الفرق اللي هي فيها تدعيمات فيها ماديات. النادي المصري طبعا كامل ابو علي عامل شغل قوي جدا وجاب مدرب محترم جدا، فعمل صفقات كويسه جدا. لكن الخوف كل الخوف على الانديه الشعبيه اللي زي بلديه المحله اللي ما فيهاش ماديات، فبالتالي هتجيب لعيبه مش قويه، سكواد مش قوي. ما المحله السنه اللي فاتت اول 6 7 ماتشات كان ماشي كويس جدا، صحيح. وبعدها نزل. فانا اعتقد لا، الدوري قوي جدا لان في فرق قويه جدا عندها بتعرف مصادر. مصادر صحيح. دخل يمكن اكتر من الاهلي والزمالك، يعني في فرق، يعني عندك سيراميكا فتتوقع ان هو هيكون موسم فيه تنافسيه جدا كبيره جدا جدا جدا. ونديه كبيره ما بين الانديه، ولكن بقى في المربع الذهبي ان شاء الله ما نشوفش ان كل الانديه بتعاني لغايه يعني الامطار الاخيره.